شبابنا الأطياب اللي أقبل جباههم واحد واحد، يسمعوني هنا ويسمعوني خارج هذا المكان المقدس، كل شبابنا أقبل جباههم وأقبل أيديهم وأفتخر بذلك. شبابنا شيعة آل البيت ذول الأطياب الكرام الأبرار، أقول لشبابنا إذا واحد فايت صلاة خلي يقضي، الدنيا ما تسوى خلصانة، يوم يومين تروح، والله خلصانة ما تسوى، اقضوا صلاتكم اقضوا صومكم، لمؤذي أبوه أمه خلي يرجع يبوس يديهم يعتذر منهم، خربان ويا أخوه خلي الصالح، الظالم زوجته وطاردها خلي يرجعها كرامة الأمير المؤمنين، الزوجة العايفة رجلها ورايحة خلي ترجع له. اتقوا الله أيها الناس، خافوا الله أيها الناس، حافظوا على أولادكم على بيوتكم، حافظوا عليها، ربوا أولادكم، طلعون جيل واعي عنده علم مثقف عنده شهادة، ابنه خليه بالمدرسة، نريد علماء ما نريد جهلة، ابنك خليه بالمدرسة لا تطلع من المدرسة، ابنك ابذل كل ما تستطيع حتى ابنك يبقى بالمدرسة ويحصل شهادة ويبتكر ويخترع، صادق يريد علماء، مذهب آل البيت يريد علماء، كونوا زينا لنا. هذا الحكي مو نسمعه منا ويطلع منا، رتبوا عليه أثر أيها المؤمنون أيها الإخوة. الله الله ببناتكم، تليفونات شوفوها، الأم خلي الصادق بتها تصادقها وتشوف شنو بتليفونها، تنصحها، تقعدوا وياها تسولفوا وياها، هذا صحيح هذا مو صحيح. الأب كذلك لا يستنكف من مصادقة ابنه، الآن الزمن تغير، الأب كوني صادق ابنه، يخلي فد علاقة طيبة ويا ابنه حتى يسولف وياه، حتى ابنه يحكي له أسراره، يقول له ابني هذا صح هذا غلط. الله الله ببيوتكم أيها الإخوة، نعيش في حياة صعبة في ظرف صعب، إحنا اليوم صعب جدا صعب، القابض على دينك القابض على جمرة، إحنا اليوم قبل كان عوائلنا الملتزمة إذا يريد يخلي انترنت بالبيت يخليه بالهول حتى الرايح الجاي الولد مراقب، الآن الانترنت وين صار؟ بالتليفون، بعد الوضع صار صعب الآن مو مثل قبل، فتبقى مراقبتكم نصيحتكم اهتمامكم اهتمامكم بأولادكم ببناتكم، اهتموا بهذه الأمور أيها الأحبة، احنا شيعة جعفر الصادق شيعة الإمام العظيم.